السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم يا شباب؟ عاملين إيه؟ أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من بص، إحنا مش هنقعد نقدم، إحنا عايزين ننجز. أنا النهاردة جايب هارد ام دوت 2 500 جيجا، فعايز أجربه الصراحة، وكنت عايز أشارككم الفيديو ده ونشوف سرعته والفرق بينه وبين الهاردات العادية. أدي العلبة بتاعت الجهاز أهي. يلا بينا نفتح العلبة. احمس، هو ده الهارد يا جماعة، ده هارد 500 جيجا ام دوت 2، ده الكتاب بتاع التعليمات. ما يهمناش الحاجات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو ده الهارد. Smoke weed every day. طيب نروح نركبه في الجهاز ونشوف الفرق بينه وبين الهاردات العادية، ونشوف الكوبي عامل ازاي، ونشوف ايه الدنيا. يلا ادي الهارد العجيب. بصوا انا مش عارف الصراحة الهارد ده بيركب فين. ديكوا شايفين معايا اهو، انا مش عارف يعني، هي بالعقل كده دي الناحية اللي بتركب بالعقل كده. ورجعنا تاني. بصوا يا شباب، انا دخلت على النت عرفت بس شكل السلوت عامل ازاي. فبصوا كده بقى ايه، رحت جبت المانيوال بتاع البورد. ادي الفتحة بتاعت اهي، شايفين الفتحة دي؟ بص مكتوب عليها ايه، تربو ام دوت 2. موجودة فين دي بقى يا عم الحاج؟ في البورد عندي تحت كارت الشاشة، فأنا هفك كارت الشاشة ونرجع تاني. الفاتحة، دخل ده بقى هنا، شايفين بقى ايه في مكان هنا، ايه مسمار اهو، مسمار ده كان مربوط تحت هنا الحتة دي، وانا فكيته المفروض بقى ان انا ايه هربطه هنا. بعد ما ركب بالمنظر ده، ركب بقى كارت الشاشة. ربنا يقوينا. سلام. ورجعت لكم تاني يا شباب. هتدوسوا كليك يمين على ماي كمبيوتر، بعد كده هتدوس على مانج. احنا دلوقتي عايزين نشغل الهارد. اي هارد جديد لازم بيحصل فيه، لازم تعمل فيه الحركة دي، هتلاقيه مش مقري. هتدخل على ستوريج، بعد كده ديسك مانجمنت اللي هي اللي تحتيها دي، تمام. ندوس اوكي عادي. انزل بقى تحت الهارد اللي هو لونه اسود، ايوه هو ده اللي مش مقري، اللي هو 465 ده. هتدوس عليه كليك يمين، بعد كده نيو سيمبل، بعد كده هتدوس نيكست. دي المساحه بتاعت الهارد لو عايز تصغر حجمه، ما ينفعش تكبر طبعا. هنا بقى هندي له حرف، هو اسمه ام دوت 2، ندي له ام مثلا، ام اهي. بعد كده هندوس نيكست. الفورمات ان تي اف اس، تمام، اللي هو الفايل سيستم بتاعه، النظام يعني بتاع نظام التشغيل بتاع الهارد اللي هو في فات 32 والحاجات دي، بس احنا خلينا ان تي اف اس ده افضل. بعد كده فينش، وخليك على طول ان تي اف اس، تمام. انا دوست اوكي، هو دلوقتي هيقعد مع نفسه كده، وفجأة هتلاقي الهارد اشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم، تمام، اشتغل اهو وفتح لي الهارد اهو، نيو فوليوم ام. طيب عايزين بقى نجرب الكوبي، فنشوف دلوقتي نختار كده حاجة مساحتها كبيرة. ايوه اللعبة دي 35 جيجا، تمام. هناخد اللعبة دي نعمل لها كوبي بيست. ادي السرعة. بص انا هزود لكم السرعة عشان ما تت يعني الدنيا ما ايه ما تزهقوش.
انا دلوقتي مزود يعني، يعني لو في يعني لو الصوت كان متركب عارف هتلاقي اللي هو ايه اللي هو الجو ده، فاهم؟ انا طبعا قعدت ادخل بقى في اي حاجه وبتاع، خدت بالظبط الكوبي ده بالظبط خد 28 دقيقه او 29 دقيقه، يعني نص ساعه. ال 35 جيجا دول خدوا نص ساعه الهارد العادي. تعالوا بقى نجرب الهارد بتاعنا اللي هو الام دوت 2 اللي هو هو اسمه ام دوت 2، وتعالوا نشوف ايه الدنيا بقى عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، بيست، واحد اثنين ثلاثة أربعة. طبعا مش هطول عليكم عشان ما تزهقوش، هو بالظبط خد 30 ثانية. الهارد العادي الاتش اتش دي العادي خد نص ساعة في ال 35 جيجا دول أو 36 جيجا، الهارد ده بالظبط خد 30 ثانية. بس هسيب لكم الكوبي اهو لغاية لما يخلص. لو عجبك الفيديو استأذنك إن أنت تعمل لي لايك وتشترك في القناة، تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك فيديوهاتي أول بأول، ويا رب ما أكونش كنت رخم عليكم وأكون فدتكم بالحاجة الجديدة دي. وبس يلا سلام عليكم. ثانية واحدة، أنا نسيت نعمل الفرق بين الويندوز القديم والويندوز الجديد على الهارد الجديد. بصوا ده الفيديو بتاع الويندوز القديم، بصوا الوقت اللي بياخده قد إيه. إحنا دلوقتي تقريبا 4 ثواني، 5 6 7 8 9. بصوا هنعد كتير. ده الويندوز العادي اللي بيبدا عند اي حد بهارد عادي اتش اتش دي. وعلى فكره انا هنا مش مسطب برامج كتيره على الويندوز ده. الويندوز الجديد هتشوفوا دلوقتي الفرق عامل ازاي، ومسطب فيه كميه برامج لا انسانيه. انا تقريبا سطبت كل البرامج اللي في العالم فيه. بصوا الويندوز لغايه دلوقتي لسه ما بداش. ده طبعا العادي، يعني انا متاكد وانت بتتفرج دلوقتي بتقول لي طب ما ايه المشكله، ده انت الويندوز بتاعك شكله بيبدا بسرعه. لا، ما انت ما شفتش الفرق في الويندوز التاني هيبقى عامل ازاي. ان شاء الله انا هعمل فيديو جديد تاني عن راما. اهو الويندوز اشتغل اهو تمام. لسه دي كمان هتحمل تاني. انتوا هتستغربوا اصلا، هتتخضوا من الويندوز الجديد اللي نزل على الهارد فرق السرعة عامل ازاي. هتلاقوا فيه فيديو تاني ان شاء الله هنزله النهاردة او بكرة بالكتير بتاع تغيير راما. اشتريت راما برضو وهغيرها، علشان في حركة كده في تركيب الرامات ممكن تعمل مشكلة مع الناس، فهنزل لكم فيديو. طيب بدينا مستنيين كل دوت. طيب بدأ الويندوز، الويندوز الجديد بقى. اديني هدوس على الزرار دلوقتي، انتوا بتعدوا معايا. احنا تقريبا كده مثلا 4 ثواني، 5 6 7. على فكرة احنا المرة فاتت بدأنا من العلامة دي، بس ماشي احنا هنا بدأنا من دوسة الزرار. بدأ الويندوز يا عم الحاج. بس يا رب اكون فدتكم والفيديو يكون عجبكم، ما كنتش تقيل عليكم. وبس يلا سلام عليكم.